ده كله نسيب العزبة؟ طب ازاي وليه؟ عشان شوية كفر نسي ربنا؟ انا صعبان علي يا زعفران، اشوف الناس مخنوقة وانا قدامي متكتفة مش قادر اعمل لهم حاجة. لا ما تلومش نفسك، انت ذنبك ايه؟ ذنبي اني الكبير، الكبير لازم يتصرف، لازم يشيل الحمل ما يقولش اه، يظهر اني بقيتش قادر. اللي يجرى علينا يجرى عليهم، وانت ما قصرتش، محدش يقدر يلومك. انا حاسس ان انا اللي ورطت العزبه في ده كله. لا تقى هي لا، مش حكايه تقى، انا اللي وقفت قصادهم وتحديتهم من البدايه. كنت فاكر ان انا، استغفر الله العظيم. انت على حق يا حاج، الحق مش دايما بيغلب، القوة هي اللي بتكسب، وهم معهم القوة والسلطة والحكومة، واحنا ربنا معانا. استغفر الله العظيم، يظهر ان ربنا مش راضي علينا. لا ما تقولش كده يا اخويا، ده انت ما فيش اطيب منك. يبقى الزمن بيعاقبنا على طيبتنا. ادخل. رئيس خراشي، اهلا بيك، انا مبسوط انك جيت. يا حكايه الانذار ده يا متر؟ ده من الحكومه. ما انا عارف انه من الحكومه، بس اللي اعرفه اكتر ان انتوا والحكومه واحد. احنا بنحافظ على مصالحنا. ده سبق يا رئيس خراشي، لو ما كنتش تكسب تخسر، سياسه سوق. وانا يا متر؟ ده انا راجلكم. كنت راجلنا لحد ما اتصرفت من دماغك وبوظت مخططاتنا وبرقت عرفة. ولك انت، كان عرفة زمانه مرمي في السجن لحد دلوقتي. انت عارف ان اكتر واحد في الدنيا بيكره عرفة. طب وبرقته ليه؟ عشان اقتله. ما يشفيش غليل انه ياخد كام سنة سجن في اللي عمله مع ابراهيم ابني. وما قتلتوش ليه؟ هيحصل يا متر، هيحصل. انت عارف لو عملتها هرجع أحبك تاني. عارف يا متر، انت هتخش النار حتف. مؤكد، لكن طول ما انا على المكتب ده مفيش حد هيمس الشركة. ابني فين يا ابني؟ كاميرات! انتي حرمة يا هند، ما تخليش امد ايدي عليكي. ابني فين؟ يلا تعالى يا هند. انت خليت فيا. بس بس يا بنت، بس في ايه؟ يوه، ده انت بقيتي مرتاح خالص. انا سايب لك البيت عشان ترتاح. رايحة فين يا سمر؟ رايحة اشوف جوزي. يابا جوزك ده خاين. انت بتقولي ايه؟ جوزك ده خاين، وانت عارفة اللي انا بقوله، خان العيش والملح اللي اكلهم هنا في البيت ده. اوعى تفتكري يا اختي الشويتين اللي بيعملهم عليا دول هيخيلوا عليا. لا، بس انا مش عايزة اسود وشنا قدام ابوكي. يا مروان، ده اول راجل يبص في خلقتي ويقول لي كلمة عدلة. لا يا اختي، ده لا يغفر له ولا يشفع له اللي عمله فينا. خلاص يا امه، انا همشي ومش هوريك خلقتي تاني. وماله يا اختي الباب يفوت جمل؟ غوري من هنا، مش عايزه اشوف وشك تاني. انت السواد اللي جواكي خلى واحد زي رمضان ده يتحكم فيكي ويخليكي تعملي حاجات لا يقبلها لا عقل ولا دين. امشي يا اختي، غوري مش عايزه اشوف وشك تاني. ولو في قلبي ذره حب ليكي ادوس عليه بجسمتي ومش عايزه اشوفك. يلا يا ستي مع السلامه. انا والله ما كنت اعرف ان رمضان وخميس هياخدوا الموضوع جد ويخطفوا الواد. اقسم بالله العظيم ياما ما كنت اعرف. انا رمضان قال لي ان انا لو ساعدتهم وسربنا الواد ده هيكون في مصلحه الكل. انا سمعت كل حاجه. عايزه تفهميني انك بالسذاجه دي؟ ما هو رمضان قال لي انك متعلق بالواد ده هيخليك تظلمنا وتكتب له كل حاجه. ايه اللي ناقصك؟ كل حاجه يابا ناقصاني. مش انا السبب انك ما بتخلفيش؟ ولا انا يابا السبب. معاك حق. فين يوسف؟ انطقي، فين يوسف؟